وقول لي بتشتغل ايه يا بابا؟ انت من امتى بتسالني عن شغلي؟ من ساعة ما عرفت انك بتشتغل مهرب؟ انك بتستخدم اليخوت بتاعتنا في عمليات التهريب بتاعتك؟ وانك عامل لي فرح كومفلاج علشان تغطي بيه على عملية تهريب الماس بتحصل دلوقتي؟ ايه؟ مستغرب ان انا عرفت؟ مش هدخلك في شغلي. مرضتش. رغم انك هتورثني في الاخر. لكن عارف انك خايب، خايب ومش هتقف معايا ابدا ولا الكليه سالت في يوم من الايام. بص قدامك كده بذمتك ده فرح؟ العروسه شغاله معاك صح؟ اكيد. وافق. هي في الاصل بتحبك. انت بتتكلم عن الحب يا منير بيه؟ تعرف ايه انت عن الحب؟ لو تعرف عنه اي حاجه كنت سبت البني آدمة الوحيدة اللي بتحبني تتخلى عني بسببك، بسبب اللي عرفته عن اللي حصل ما بينك وبين أمها زمان، وعلى الأقل ما تصرحنيش باللي حصل علشان أبقى عارف، بدل ما تفضل تكرهني يوم ورا التاني وتتشل قدامي وأنا مش قادر أعمل لها أي حاجة. ده لأنك لا عارف تختار ولا عارف تتجوز، طول عمرك سلبي. بجملة السلبية بقى خلاص أنا برا حياتك في الشغل وفي الحياة ومش عايز أعرفك تاني. هاجي في إيه؟ اسألي منير بيه. في إيه؟ رأيك بقى في المفاجأة دي يا هندسة؟ أنت بتعمل إيه هنا يا هلا؟ أنت مين قال لك تتحكم على كارما في المخزن؟ رد عليا! اسألها. أقسم بالله لو ما نطقت وقلت على كل اللي حصل لا هوديك في 60 داهية. اتكلم! ورا كل اللي كان بيحصل ده ليليان. ليليان استاذ منير اتفضل معانا. خير؟ انت مطلوب القبض عليك بتهمة التهريب والمتاجرة في سلعة مهزولة، ده غير التحريض على القتل.